الإصحاح العشرون. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت حجرا موضوعا مرفوعا فنظرت حجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى، فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه، ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر، فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال له يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: رابوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. كنيستنا بتحتفل الآن بتذكار القديسة مريم المجدلية، فعلشان كده فضلت إن نتكلم شوية عن هذه القديسة العظيمة. وكالعادة لما بتكلم بنخلي جزء للكلمة وبنتيح فرصة للأسئلة في الآخر، سواء في الموضوع أو خارج الموضوع. فياريت اللي هيبقى عنده سؤال يبعته من دلوقتي عشان نقدر نرتب الوقت ما بين الكلمة والأسئلة.
القديسة مريم المجدلية قديسة متميزة ومشهورة، في حاجات اشترك فيها أخريات معها، وفي حاجات تميزت هي بيها. على المستوى التاريخي في لخبطة أو خلط بالنسبة لشخصيتها في بعض الكنائس، لكن احنا بنركز على الجزء التاريخي الواضح اللي لا يحتمل الشك فيه. في ناس يربطوها أو يربطوا بينها، يقولوا ده هي أخت العازر، وفي يقولوا ده هي المرأة الخاطئة، والتلاتة شخصية واحدة. حسب تاريخ كنيستنا بالسنقصار وحسب فهمنا المباشر للكتاب المقدس، بنلاقي ان هي شخصية مستقلة. يعني انا شخصيا اميل للرأي انها لا اخت العازر ولا هي المرأة الخاطئة على الاطلاق، لان دايما الكتاب لما ذكرها ذكر صراحة وعرفها المجدلية، نفس البشير اللي يقول كده اما جاي يقولها. يعني في انجيل يوحنا اتكلم عن المرأة اللي سكبت الطيب، او يقولوا هي اللي سكبت الطيب ايضا. فذكر القديس يوحنا في بيت عنيا ان مريم اخت العازر سكبت الطيب، وما جه يتكلم عن الصلب والقيامة قال المجدلية. فما فيش ما يدفعنا ان نقول ان ديت هي ديت هي ديت، لا هي المجدلية. تاريخيا معروف انها من مجدل، كانت انسانة غنية تملك من المال الكثير، واللي الكتاب قالوا عنها ان كان فيها 7 شياطين ربنا يسوع المسيح اخرجهم منها، وكانت من ضمن الشخصيات اللي بيصرفوا من مالهم على الخدمة مع ربنا يسوع المسيح له المجد. لكن أكتر حاجة، دي كلها الحاجات اللي قلناها حاجات أخريات بيشتركوا معها فيها، لكن أكتر حاجة تجلت شخصيتها فيها وظهرت محبتها فيها في أحداث الصلب وفي القيامة. وهنا الحقيقة عادة حتى في حياتنا العامة الإنسان بيكتشف معدن الشخصيات اللي بيتعامل معاها في أوقات الشدة وليس في أوقات الرخاء والفرح. في مثل مصري شعبي بسيط وجميل، لكن الأمثال دي أحيانا الشعبية بتاعتنا بتبقى تحمل حكمة ومعبرة. يقولوا كتر خيرك يا شدة بينتيلي ده من ده، يعني الواحد بيعرف في الشدة من هو الصديق والحبيب فعلا ومن غير ذلك.
ففي الوقت اللي الكل بعد عن ربنا يسوع المسيح، في وقت القبض عليه، وقت صلبه وألامه، اللي هو واقف على قبر العذر بيقيمه والناس هتهلل، ولا هو داخل والناس بتهتف، ولا هو بيفتح أعمى، لكن في لحظات تبدو وكأنها لحظات ضعف وليست مجد وبهاء، لم يتبقى معه إلا الأحباء المخلصين الأوفياء، طبعا على رأسهم كانت السيدة العذراء والدة الإله كلية الطهر والقداسة، دي أم، وكان في مريم أخت أمه اللي هي مريم زوجة كلوبة أو حلفة، وكان في مريم المجدلية، ولم يتبقى من التلاميذ إلا القديس يوحنا الحبيب التلميذ المخلص الوفي لمعلمه. فهنا موقف بتتجلى فيه شخصية القديسة مريم المجدلية الحقيقة، إنها رافقت المخلص وقت الآلام ووقت الصلب. كان محبتها لي قوية، وهي محبة روحانية، محبة التلميذ أو التلميذة لمعلمها، محبة الابن لأبيه أو الابنة لأبيها. فنلاقيها ما اكتفتش أنها تبقى مع الصلب، لكن بعد ربنا يسوع المسيح ما وضع في القبر، وبعد كده كان جه يوم السبت ومحدش يعمل فيه حاجة، وكان لازم ياخدوا الحنوط والأطياب ويروحوا بعد السبت مباشرة، فنلاقيها لشدة محبتها سبقت الكل، ويقول الكتاب خرجت باكرا جدا والظلام باقي، ودي تعبر عن قلب ملتهب بالحب لمخلصنا له المجد. انا طبعا مش هعد لكم الجانب التاريخي اللي قريناه واللي كلكم عارفينه، لكن الشيء الجميل في هذه الشخصية واللي دخلت به التاريخ انها اول انسانه من البشر كلهم تعاين قيامه ربنا يسوع المسيح ويظهر له. كتاب نفسه اولا ظهر اولا لمريم المجدليه، ممكن ظهر بعد كده الكتير، لكن ظهر اولا لمريم المجدليه. ودي أنا شخصياً بعتبر الحتة دي طبعاً من أروع وأقوى وأعظم حدث وتكريم وقيمة في حياة هذه القديسة الوفية المخلصة مريم المجدلية، إن ربنا أعلن لها هي أولاً القيامة. وده يورينا كذا حاجة الحقيقة أما نتأمل فيها. أولا الله له المجد أعلن ذاته لمن يطلبه، حتى يقول بكره من يبكر إلي يجدني. هي خرجت جدا باكرا جدا والظلام باقي، تطلبه، اطلبه تجده بمحبة خالصة، رايحة ومش طالبة أي حاجة في الدنيا،
بالعكس ده هي مكلفة نفسها واخدة أطياب وحاجات معاها لكن مش عايزة حاجة. هو شفاها وأخرج منها السبعة الشياطين وملهاش أي طلب عنده، ولكن بمحبة ووفاء خالص لأنه تحنن عليها وشفاها، فريحة عرفانا وحبا له. وهنا ربنا دايما يبادلنا حب بحب، يبادلنا حب بحب. مرة سئلت سؤال، ليه ربنا يسوع المسيح كان بيحب يوحنا؟ هو كان عنده محاباة؟ فقلت لهم عشان القديس يوحنا يتحب، انه هو يتحب فعلا. ربنا بيدي حبه للكل لكن مش كل واحد بيتجاوب بنفس الدرجة، فبقدر الإنسان ما بيتجاوب لمحبة الله بقدر ربنا ما بيديله أكتر. زي بيقول الذي يفعل وصاياي أو الذي أحبه أظهر له ذاتي، ربنا يعلن له، يتمتع بالإعلانات الروحية الداخلية. فهنا ربنا أما أعلن لها ذاته وقيمته فدي كانت شهادة منه، شهادة قوية لمحبتها العظيمة ولاستحقاقها الكبير لهذا الأمر. ربنا استخدمها في نفس الوقت. اللي ربنا بيحبهم أحيانا يوظفهم لخدمته أو لمشيئته أو لأغراضه أو لإعلاناته ليهم ولغيرهم. زي ما المرأة جلبت حكم الموت للبشرية ولآدم، فدي ربنا حملها برسالة وبشرى القيامة للتلاميذ. قال لها اذهبي أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. ومن خلالها ربنا رد اعتبار المرأة. إذا كان بحواء جه الموت فبالمرأة أولاً الست العذراء جاء منها المخلص، وبالمجدلية وهي امرأة أيضاً حملت بشرى القيامة والانتصار للتلاميذ أي للبشرية كلها. حصل حاجات طبعا أثناء الحادثة بتاع القيامة، أنا مش عايز أتكلم على حاجات أنتوا عارفينها بسيطة، لكن بنحط بس يعني بنلقي الضوء على بعض النقط في حياتها. أثناء ظهور ربنا يسوع المسيح لها دار حديث، هو لما بنحط البشائر جنب بعض نلاحظ ان مريم المجدلية راحت القبر وجات اكتر من مرة في اليوم ده، وده بيبين مدى برضو محبتها واخلاصها وحرصها وعايزة تطمئن على ربنا يسوع المسيح. راحت وظهر لها في مرة أولى وأمسكت قدميه، كان المريمات، وبعدين رجعوا أورشليم، فكان الحراس
أذاعوا في المدينة والبلد زي ما اليهود قالوا لهم، قولوا إن تلاميذه سرقوه ونحن نيام. فسمعت الكلام دوت فشكت، فراحت بسرعة جري لبطرس ويوحنا وقالت لهم الحقوا أخذوا سيدي. فخرج بطرس ويوحنا جريوا وراحوا القبر وشافوا، وهنا ظهر لها ربنا يسوع المسيح لما دار حديث بينها وبين الملكين. وبعد كده لقيت ربنا يسوع المسيح واقف وراها قال لها يا امرأة من تطلبين؟ فافتكرته البستاني، قالت له يا سيد إن كنت أنت قد أخذته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. فقال لها يا مريم، مجرد ما قال لها يا مريم عرفته ربنا يسوع المسيح بعد القيامة. ما كانوش يعرفوا غير بعلامات معينة زي ما ظهر لتلميذي عمواس ومشوا معه مش عارفين، وظهر للتلاميذ على بحر الطبرية وما عرفوهش في الأول، واللي عرفوا يوحنا. وكل مرة ظهر فيها وعرفوه كان في علامة بيتعرف فيها معينة بتختلف من مرة للتانية. فهنا لما قال لها يا مريم عرفته، وده يفكرنا بيقول خرافي يعرفها ويدعوها بأسمائها. فمجرد ما دعاها باسمها عرفته. واحنا لغاية دلوقتي الحقيقة أما بيكون أي خادم أو أي كاهن أو أي أب مهما ده كانت درجته بيبقى حافظ أو عارف بعض أسماء حد من ولاده، يجي يا فلان يا فلانة. الإنسان مهما كان كبير صغير بيفرح إن أبونا عارف اسمي بيناديني باسمي، سيدنا عارف اسمي أو هكذا. فبتترك أثر جميل في الإنسان. فالمهم التفتت هي وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. وبعدين ربنا يسوع المسيح قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. الحتة دي الآية دي واللي جاية بيبقى فيها تساؤلات كتيرة فيما يخص المجدلية، فإحنا برضو دي هنقف عندها شوية. لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. نخلينا الأول عند لا تلمسيني. طب ليه قال لها لا تلمسيني؟ مع أني لما ظهر قبل كده الاثنين يقولوا أمسكت قدميه، بعد كده لما ظهر للتلاميذ وتوما كان معهم قال له هات ايدك هات اصبعك وحطه، هات ايدك وحطها في مكان الايه الحربة. طب ليه يقول للمريم المجدلية هنا لا تلمسيني؟ في تفاسير كتيرة. انا بقتنع بواحد منهم، اقول لكم اللي اقتنع بيه ولا اقول لهم لكم كلهم وانتم اللي يقتنع بحاجه. في تفسير قال ان هي لما شكت ان هو ان لما شكت ان هو يعني التلاميذ اليهود سرقوه،
فهنا يعتبر شكت في لاهوته وفي كلامه، لأن هو كان قال إن هقوم، وبالتالي لما قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، يعني أنا في فكرك ما وصلتش لمكانة أبي، يعني شكت في ألوهيته، وبالتالي لا تستحق أن تلمسه. ده تفسير. في تفسير تاني يقول ان الروح القدس ما كانش لسه حل، نعمة الروح القدس ما خدناهاش او ما كانوش خدوها، واحنا عادة سر الافخارستية بالذات اللي بنتلامس فيه مع ربنا يسوع المسيح، محدش يستحق ياخده غير بعد نوال المعمودية ونعمة الروح القدس. ده رأيي والأحد الآباء الكبار كمان. في رأي ثالث الحقيقة أنا شخصيا بأميل له أكتر، قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. في بعض الترجمات لا تلمسيني تترجم لا تمسكي بها كذا أو لا تتشبثي بها كذا لأني لم أصعد بعد إلى أبي. يعني إيه اللي حصل؟ أول لما عرفته شكت، عرفته ان هو بس ممكن افتكرت انه روح، شايفة روح، او انه خلاص حتى لو مش روح هيسيبها وايه ويصعد. فلما مسكته وتشبثت بيه قال لها لا تمسكيني، لا تلمسيني، يعني لا تتشبثي او لو لا تمسكي بها كذا لاني لم اصعد بعد الى ابي، لسه انا قاعد معاكم ايه شويه. عشان كده بعديها بيقول ايه، ولكن يعني بالاحرى بيكي بالاولى اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وأبيكم وإلهي وإلهكم. مسكت فيه وتشبثت ومش عايزة تسيب، فلا لا تمسكي بها كذا، لا تتشبثي بها كذا لأني لم أصعد بعد إلى أبي، أنا ما صعدتش لسه ولسه مش أصعد دلوقتي، ولكن بدل ما تتشبثي بهذه الصورة روحي بسرعة اذهبي لأخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أنا قلت لكم التفسير الثلاثة، أنا شخصيا بمير للتفسير الثالث، لكن كل واحد يعني أصل دي قضية يعني مش خلاصية قوي، اللي يرتاح لأي تفسير ياخد بيه، لكن ما كانش يقصد تحقير منها انه ما تلمسوش عشان هي يعني مش كويسة او ولا حاجة. لكن ليه ابي وابيكم؟ ايه معنى اللي قال ابي وابيكم الهي والهكم؟ اللي هيقولها هدي له مكافأة. قولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أنت خدت المرة اللي فاتت ما فاكر، طمعانة المرة دي. طب قولي لما يقول أبي وأبيكم بيتكلم إيه؟
لا لا، طب قول يا ماما اللي هناك. طب ليه قال أبي وأبيكم؟ ليه ميز بين أبي وأبيكم هنا؟ انت جاوبتي نص الحكاية، حلو خالص على فكرة. طب انا هقولها لكم. هو الابن بالطبيعة، هو ابن اما يقول ابي يعني بالطبع، ابوه بالطبيعة بالعلاقة بين الثالوث القدوس، فهو ابن بالطبيعة، لكن احنا ابناء بالتبني بعد الصلب، صرنا ايه؟ أعطانا أن الذين يؤمنون به أعطاهم أن يصيروا أولاد الله. ففي فرق بين بنوة المسيح للآب وبنوتنا إحنا ليه. إحنا هو ابن بالطبيعة، لكن إحنا أبناء بالإيه؟ بالتبني. ففي فرق، ما يقدرش يقول أبونا بنوته غير بنوتنا إحنا. فعشان كده ميز أبي وأبيكم. طيب إلهي وإلهكم إيه بقى؟ تفضل. أنا ماليش دعوة بالعهد القديم. لا أنا ماليش دعوة بالإله العهد القديم خالص، يعني بتكلم على قول السيد المسيح. لا 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 لا، هي قالتها في الأول، هي جاوبت التانية فعلا في الأولى. هو خلي بالكو، ربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد، الإله الإيه؟ المتجسد، حقق لنا الفداء وأعطانا الغفران، وهو نفسه اللي دفع الثمن، هو الفادي. تعرفوا ازاي؟ زي ما واحد، أنا عندي عربية وهبيعها، أو أنا هشتري عربية، ف واحد عمل توكيل لحد، سواء اللي بيشتري عمل توكيل للبائع او العكس، فان اللي هيشتري عمل لي توكيل، فانا هاجي اوقع في بائع وفي مشتري، وانا هو هو. فلو انا البائع هوقع بالإصالة، وممكن أنا برضو أوقع عن المشتري بالإنابة. فواحد بالإصالة وواحد بالإيه؟ بالإنابة. خليكوا هنا يا جماعة. ربنا يسوع المسيح وهو على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني مثلا. طب ازاي هو الله ويقول إلهي؟
ازاي هو الله ويقول ايه إلهي. هو الإله المتأنس، ففي أحيان كتيرة أما يقول إلهي بيبقى كنائب عن البشرية، كنائب عن الإيه؟ لما تأنس فيخاطب الآب يقول إلهي، هو والآب واحد، لكن يقول إلهي أحيانا نائبا عن الإيه؟ عن البشرية. فهنا أما بيقول أبي وأبيكم، أبي بالطبيعة وأبيكم بالتبني، العكس في إلهي، إلهي بالإنابة عنكم، أما بنوب عنكم وأخاطب باسمكم أقول له يا إلهي، وإلهكم أنتم بالأصالة، إلهي بالنيابة عنكم وإلهكم أنتم بالإيه؟ بالأصالة، يعني أنتم هو إلهكم بالأصالة، لكن أنا لما بقول إلهي كنائب عن البشرية زي ما قال إلهي، إلهي لماذا تركتني، كان نائبا عن البشرية بما أنه تمم الخلاص فأنا قد أتممت الخلاص، فلماذا تترك البشرية، خلاص ردت البشرية إليه. دي حتة لاهوتية بسيطة في سيرة القديسة مريم المجدلية، يعني ممكن بتبقى موضوع السؤال دايما، القديسة مريم المجدلية لما قام ربنا يسوع المسيح وكلفها بتبشير أو بإعلام الآباء الرسل بالقيامة، وحضرت مع الرسل الفترة اللي كانوا فيها في أورشليم، لكن بغيرتها القوية ما عادتش ساكتة، خدت بعضها وراحت روما للإمبراطور، وكان في ذلك الوقت تيباريوس قيصر، واشتكت بيلاطس البنطي عما فعله. ويروي لنا بعض المصادر التاريخية إن لما وقفت قدام بيلاطس البنطي وحكت له كيف أنه تم صلب المسيح وأنه قام وخرج من القبر والقبر مغلق، فبيلاطس قال لها إزاي الكلام ده، الكلام ده ما يدخلش إيه عقل، إزاي يقوم ويخرج من القبر والقبر إيه مغلق، لأن خلوا بالكم الحجر دحرج بعد قيامة المسيح له المجد. فإد التشبيه جميل، وما زال التشبيه اللي استخدمته ما زلنا بنستخدمه حتى يومنا هذا في شرح القيامة. قالت له البيضة بتبقى مقفولة، لكن لو فيها كتكوت حي جوه البيضة بيقدر ينقر البيضة ويكسرها ويخرج، هكذا فعل المسيح الحي، خرج من القبر لأنه حي، زي الكتكوت ما بيخرج لأنه حي من البيضة. ودي يمكن برضو من الأسباب اللي بتربط القيامة البيض بالقيامة وشم النسيم. بعد جهاد عظيم تنيحت القديسة مريم المجدلية، مش كل حاجة تاريخية الحقيقة بنقدر نعرفها عنها، لكن أهم ما يميزها هو ما قلناه أنها كانت شاهدة القيامة ووفية للمخلص عند الصلب. بركتها تكون معانا.
ولإلهنا المجد الدائم للأبد أمين. وندي فرصة لو في أسئلة نشوف.